الآن على فين يا مصر مع الدكتور حازم شومان. بيك بروحي وعمري وقلبي وكاني يا حبيبتي يا مصر. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الحكم كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا مليكنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا في الله، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى مع يعني حلقة جديدة من حلقات على فين يا مصر، لعلها تكون يا إخواني آخر حلقة يعني من حلقات هذا البرنامج، لأن الجمعة الجاية واحد رجب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني خلاص رجب وشعبان داخلين، عايزين نعمل برنامج جديد استعدادا لرمضان إن شاء الله. للأسف الشديد، للأسف لا يزال العلمانيين لابسين النظارة السوداء، وهم بيبصوا للإسلام وبيبصوا لكل ما ينتمي للإسلام، ما بيشوفوش أي حاجة لها علاقة بالإسلام إلا سوداء. للأسف الشديد يا إخوانا، يعني العلمانيين رغم أن معلوماتهم عن الشريعة الإسلامية ما تزيدش عن معلوماتنا عن اللغة الصينية كده. يعني كان واحد من إياهم يعني قاعد في برنامج مع مذيعة من المذيعات، فهما الاثنين بيتكلموا بجدية واهتمام وتوتر فبيقول لها أنا قدوتي في الحياة، والقول اللي بيمثل لي منهج في حياتي، والقول اللي بيمثل لي هدف في حياتي، هو قول الله عز وجل: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. فالمذيعة اتأثرت جدا وقامت حتى راسها في الأرض وقالت صدق الله العظيم. للأسف الشديد، يعني دول اللي بيتكلموا الوقت عن الشريعة الإسلامية، دول اللي بيتكلموا الوقت عن الإسلام. في ايه يا جماعة؟ بدون مقدمات، هو كل شوية خناقة، كل شوية حريقة، في ايه يا اخوانا؟ الثورة اللي قالوا عليها الجمعة بتاعت امبارح دي، على فين يا مصر؟ هو كل مصر تحولت ليه يا اخوانا؟ سنقول حرية استغلناها في ايه؟ العلمانيين بيخرجوا الثورة عن خط سيرها ليه؟ شتان ما بين ثورة 25 يناير وما بين ثورة امبارح، شتان ما بين ثورة شعارها الثورة تريد اسقاط مبارك، وثورة شعارها الثورة تريد اسقاط الشعب. لقوا ان الشعب المصري كله مع الاسلام، الشعب المصري كله مع اختيار شريعة ربنا، فكان الحل الوحيد انهم يلغوا الشعب، فعملوا ثورة امبارح من اجل انهم يلغوا الشعب. يا اخوانا احنا قعدنا نقول عايزين اسقاط مبارك، عايزين اسقاط مبارك، سقط مبارك، ثم ماذا؟ ايه اللي بعد كده؟ ايه اللي عملناه بعد كده؟ الى اين الثورة؟ الى اين؟ ومصر الى اين؟ يعني معانا اخويا وحبيبي وصديقي ويعني رفيق دربي دكتور محمد علي، ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه من كل سوء. ويعني انا اثرت باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نبقى مع بعض النهارده في هذا الموضوع، لان ده من تخصصه، يعني من تخصصات دكتور محمد علي. يعني ربنا يبارك فيه، ساب العياده بقى واثر ان هو يجي معنا النهارده يعني يتكلم عن الله وينصر دين الله. يا دكتور محمد، يعني العلمانيين عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ نيتهم الحقيقيه ايه؟ احنا ما بنشقش عن قلب حد، انما تفكيرهم ايه في اللي بيعملوه؟ تفكيرهم ايه في ثوره امبارح؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني اجابه السؤال ده تكاد تكون من اصعب الاجابات، لان كل واحد من القوى المختلفه، سواء العلمانيه او الليبراليه او القوميه او اليساريه، كل طائفه منهم لما تيجي تسمع كل واحد فيهم بيتكلم لوحده بتجد كلام مختلف عن التاني، تجد مطالب مختلفة عن التاني. فعشان أقول لك دلوقتي القوة دي عايزة إيه أو الاتجاه ده عايز إيه، دي إجابة تكاد تكون يعني صعبة جدا، ما أقدرش أن أنا أجاوب عنها. لكن المشكلة اللي بيتعامل ده هيؤدي لإيه؟ هو ده السؤال اللي أنا يعني أخشى أن هو يكون الأهم، أن اللي هو أنت سميت جزاك الله خيرا برنامجك بهذا الاسم على فين يا مصر؟ يعني الكلام ده هيودينا فين؟ يعني لما كل شوية يحصل الاستقطاب المريع، استقطاب عجيب جدا، يعني اي قضيه تتحول الى ماتش كور، بل ان فعلا في واحد منهم امبارح او النهارده يمكن حد عمل تصريح، احد المخرجين المعروفين قال بالظبط كده، قال القوى الوطنيه كسبت الاسلاميين 1-0. فحتى انا كتبت تعليق على الكلام ده، قلت يعني ايه، هو ماتش
يعني هو كل حاجة لازم تبقى ماتش، كل حاجة لازم تتحول إلى مقتلة، إلى حرب. القضية مش قضية أبدا مين كسب ومين خسر، أهم حاجة نسأل عنها دلوقتي اللي احنا بنعمله ده كله هيؤدي لإيه، مقاده إيه. يعني ما كل شوية مطالب مختلفة وقوة تتصارع على مطالبها. أنت دلوقتي مثلا قطاع مثلا من اللي طلعوا امبارح كانوا طالبين طلبين اختلفت عليهم مصر، وفي طلبات تانية كلنا متفقين عليها، كلنا بندعو إليها من أول يوم خرجنا فيه في الثورة إلى يومنا هذا اللي زلنا بنطالب بها. سقط رأس النظام لكن باقي النظام لم يسقط، فإحنا بنطالب بسقوط باقي النظام، بنطالب بسقوط المجالس المحلية، بنطالب بسقوط لسه في نص مليون مبارك اللي بيسموهم بقى الفلول، الثورة المضادة، حاجات كثيرة جدا. المحاكمات نفسها يعني لسه محتاجة تبقى أوضح، ومحتاج يبقى في تواصل بين الناس وبين هذه المحاكمات. في مطالب مهمة جدا وكل الناس مصطلح عليها، لماذا الإصرار على مطالب ليس عليها إجماع؟ لماذا الإصرار على التفريق؟ أنا عايز أذكر مثال بسيط جدا في القرآن لمعنى خطير جدا، يمكن حلقتنا مفروض أنها يعني يكون من أهم مقاصدها أن احنا نثبت هذا المقصد. لما سيدنا موسى عليه السلام رجع إلى هارون عليه السلام، هارون نبي، ومع ذلك موسى عليه السلام لما لقى بنو إسرائيل عبدوا العجل اللي أخرجوا لهم السامري، موقف في غاية البشاعة، يعني ناس مفروض أنهم خرجوا من مصر وربنا سبحانه وتعالى نصرهم على فرعون وعملوا مصيبة، عبدوا العجل من دون الله عز وجل. أول حد راح له سيدنا موسى عليه السلام كان هارون عليه السلام، قال له إيه؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ بدأ يعاتب مين؟ يعاتب أهل الحق، يشوف إيه اللي حصل، أنت سايبهم كده ليه يا هارون؟ فقال هارون كلمات نحتاج إلى أن نفهمها، ونحتاج إلى أن نهديها لكل من يريد أن يفرق هذا الوطن على أمور فرعية جدا، ما بالك بأمر عقائدي متين زي ده، ونبي من أنبياء الله. سيدنا هارون نبي، سيدنا هارون مش واحد اجتهد مع نفسه كده، ده نبي من أنبياء الله، نبي مكلم. سيدنا هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت، شايف المعنى؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذا المعنى هارون كان ممكن يبقى عنده علة فعلا أنه يفرق كل بني إسرائيل، إزاي تعبدوا العجل بعدما موسى يخرج فورا تقوموا تقعوا في هذه الزلة الخطيرة؟ ومع ذلك آثر نبي الله هارون أن إيه؟ أن يجمع، أن يكون هناك مقصد أعلى حتى يأتي موسى يعني ويصلح. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وصبروا. المعنى ده في غاية الخطورة دي، لأن هارون عليه السلام آثر أن لا يقع التفرق لغاية أجل برضه، ما هو ممكن في لحظة ما يعني يضطر الناس إلى التفرق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى فسطتين، فسطة إيمان لا كفر فيه أو لا نفاق فيه، وفسطة كفر لا إيمان فيه. لكن مش لازم الأمر ده هو اللي يلجأ ليه في الأول، مش لازم زي ما قلت لبعض الإخوة، مش لازم كل مشكلة تتحول. فاكر وإحنا صغيرين كان في لعبة اسمها عسكر وحرمية، في لعبة دلوقتي اسمها لعبة المؤمنين والكفار. كل مشكلة، أنا أذكر لما كنت بترد على مسلسل الجماعة في رمضان الماضي، وكان من كاتبات وحيد حامد اللي كانت موجودة في المسلسل ده إن الإمام حسن البنا رحمة الله عليه كان من هو صغير بيلعب لعبة المؤمنين والكفار، عايز يوصل الناس أو عايزين يوحوا للناس إن دايما الإسلاميين عايزين يخلوا الناس عبارة عن إيه؟ أنت مخالف ليه يبقى أنت كافر. الكلام ده مش حقيقي، إحنا بنختلف، أنت عايز مجلس رئاسي، هل ده طلب عليه إجماع؟ هل انت موافق يا دكتور حازم ان يجي مجلس رئاسي لم تشارك في اختياره؟ طب ما في رئيس جمهوريه هيجي بعد شهور مثلا، يعني إيه وهيجي إيه بطريق طبيعي، هيجي بطريق شرعي، عايزين دستور يكتبوه هم، بيعملوا ثلاث دساتير الوقت بيكتبوها ليه؟ طب ما في دستور الشعب هينتخب اللي هيحطوه، يعني ايه القصه؟ يعني هل القصه حقيقه انه عايز دستور؟ هل القصه حقيقه انه عايز مجلس رئاسي دلوقتي؟ هل القصه دي حقيقيه ولا القضيه ان هو اكتشف انه فاشل وسط الشعب؟ اكتشف من وسط المؤتمرات ووسط الندوات، يعني في ندوات الجامعات، يعني بقينا نحتك ببعض كتير جدا، يعني تلاقي مرشح الرئاسه ده هو يعني جنبنا في ندوه جنبنا يحضر له اربعه، فلان الفلاني النجم الاعلامي البارز اللي بيعمل وبيسوي ما يحضرلوش ولا واحد، فلان الفلاني استاذ السياسه واستاذ 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 ما يحضرلوش حد، يعني فهم اكتشفوا بعد كل ده ان هو ملوش ارضيه حقيقيه في شعب مصر، يعني شعب مصر شعب مؤمن، شعب مقبل على ربه سبحانه وتعالى، فهو اكتشف انه ملوش ارضيه، فهو هيعمل ايه؟ الحل الوحيد ايه؟ ان الشعب ده يتلغى. ما هو المشكله يا دكتور حازم ان بعض الناس، انا كنت امبارح مع احد اصدقائي وقال كلمه يعني معنى، هو يمكن حتى من الناس اللي هم علاقه بالتيار الرئيسي بتاع الدكتور معتز بن عبد الفتاح والدكتور مصطفى حجازي، قال لي كلمه جميله جدا، قال لي ان في بعض الناس وسمى لي اسم معين ملء السمع والبصر الان في برامج التوك شو، لا يكاد يمر يوم الا ما نشهده وهو بيقول طمات كل يوم، مش هذكر اسمه، لكن هو قال لي كلمه عجبتني جدا، قال لي للاسف هذا الرجل
مش فاهم شعب مصر، مش فاهم مصر بتفكر ازاي. المشكله زي ما حضرتك بتقول ان انت بتفاجئ واحد مشهور جدا في الاعلام ومشهور جدا في توك شو وما حضرلوش في المؤتمر الاربعة خمسة، وحضر في نفس المؤتمر او في نفس الجامعه او في نفس المكان الاف مؤلفه. انا اذكر ان احد المشايخ ربنا يحفظه ويديه طول العمر حضر له 100,000 في مؤتمر واحد، 100,000 عدد غير عادي، وده من غير حشد ومن غير فيسبوك ومن غير حاجه. لكن في نوع من انواع الانفصال بين هؤلاء اللي بيسمى وبين النخبه او بيسمى انفسهم احيانا بالنخبه وبين حقيقه الشعب المصري، بين الشعب المصري عايز ايه، او زي يعني ما كنا بنقول زمان من مارينت الانتاج الاعلامي. في ناس قاعده خندق القتال هنا في هذه المدينه، يعني زي اللي حاسين كده ان ايه، يعني ناس بوذيين معتقدين ان هم ممكن يحكموا البوذيه في الفاتيكان لمجرد انهم عملوا برنامجين توك شو وعملوا جارتين سخنين وعملوا موقعين اخباريين على النت، متوقعين بقى انهم هياثروا على شعب الفاتيكان ويخلوه يغير عقيدته تماما ويمشي وراهم. هم معتقدين ان هم يقدروا يغيروا عقيده الشعب المصري كله، وهم مش قادرين يتخيلوا يعني ساعة ما بيجي الجد بقى بيعرفوا مع بعض قد ايه. زي الاحزاب دلوقتي مفيش غير 3 احزاب بس اللي هي قدمت، حزب اخوان مسلمين وحزبات سلفيين، هم دول 3 احزاب. لا يزال احزابهم حتى الان مش قادرين يجمعوا 5,000. بل في بعض الاحزاب دي بدأ يعني امبارح انا شفت في بعض الصور في الميدان في نادي التحرير امبارح ناس بسطاء لابسه دعايه للحزب ده، وصل لمرحله ان هو يلبس الدعايه على راسه، لان هذا الحزب الى يومنا هذا لم يجمع الا 2200. المفروض القانون بتاع مباشره الحقوق السياسيه والاحزاب ان المفروض يبقى فيه 5,000 عضو مؤسس، مش قادر يجيب نص العدد. وعرض على النوادي خطوط خط محمول مجاني مقابل ان هم ينضموا الى ذلك الحزب، وما هوش عارف حتى الان يعمل حزب ولا يعني نص العدد. فشلوا في الاحزاب، فشلوا في المؤتمرات. هم هي ممكن يعملوا احزاب، لكن السؤال ماذا بعد الاحزاب؟ يعني هل الحزب فعلا هو القوه الحقيقيه؟ يعني الحزب مكون مثلا من 10,000. اي دايره انتخابيه او في بعض الدوائر الانتخابيه دكتور حازم بيصل تعداد الناخبين فيها ل 250,000 ناخب. 250,000 ناخب، احنا مش بنتكلم فقط عن نخبه معينه هتعمل 5-6,000 واحد في حزب، ده احنا عايزين دوله بتتكون من 86 مليون انسان. 86 مليون انسان هؤلاء هم دول يعني اللي للاسف بعض النخبه بعيد جدا عن تفكيرهم، هم دول اللي هيختاروا رئيس الجمهوريه القادم، وهم دول اللي قالوا نعم للتعديلات الدستوريه، وهم دول اللي هيخشوا بعد رمضان مباشره في الانتخابات، وهم اللي هيختاروا يا ترى مين اللي هيمثلهم، يا ترى القوه الاسلاميه أم القوة، مش عايز أقول أسماء كثيرة، القوة التي تختلف مع الإسلام أو مع وجهة النظر أو مع يديهم. آمين يا رب. يعني لما لوس أنجلوس تايمز تتكلم على ثورة امبارح وتقول يعني إن الليبراليين بالتعبير بتاعها إن الليبراليين يعني ثبت أنهم فاشلون في إن هم يعني يحركوا الشعب المصري، وإن بدون التيار الإسلامي لن تنجح الثورة، ده كلام مين؟ ورويترز بتقول ان عدد كل اللي حضروا امبارح في ميدان التحرير 50,000، والجزيره والعربيه قالت 40,000. يعني سبحان الله العظيم، يعني كان امبارح يوم يعني ربنا، ومع ذلك الاكاذيب بقى النهارده في الجرايد بقى مظاهره 1.5 مليون، هو بالعافيه يعني بيفكروني بطالب سقط يعني صوت في النتيجه، فهو مش قادر يتقبل انه صوت مشي في الشارع، انا طلعت الاول، انا ده يعني هو كل الاذاعات العالميه والجرايد العالميه. هي القضيه دكتور حازم مش قضيه العدد، والا على راي احد الاخوه نحط بقى على ميدان التحرير مكنه زي مكنه الكروت كده، وكل واحد ايه داخل يخش بالكارنيه بحيث نعرف نعمل العدد بشكل. هي قضيه اعداد. هي اول يوم في يوم 25 يناير كان في كام الف اصلا؟ هي دي مش القضيه. أول يوم ما كانش فيه ألاف كثيرة، لكن القضية إحنا ليه بنوصل الموضوع اللي هي أنت جبت فيها جون النهاردة وأنا هجيب فيك جون بكرة، ليه الجو ده؟ ليه الهستيريا دي؟ اسم الحلقة اللي حضرتك اخترته، ليه الهستيريا في التصريحات وفي المنشطات وفي المقاطع؟ في حرب مقاطع، في تحس إن كل شوية مقطع، كل شوية، أول امبارح مقطع للأستاذ صبحي صالح وهو بيقول الإخواني ما يتجوزش، إيه رأيك في الموضوع ده صحيح؟ لا أخت يعني؟ اه انا والله انا زوجتي اخوان مسلمين يعني الحمد لله، ورحت امن الدوله مرتين او 3 بسببها يعني يعني انا بنضم انت مع راي الاستاذ، خلي بالك ده مقطع هيتقص وهيتعمل. ما هو ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، اظفر بذات الدين، بس مش شرط ذات الدين تكون اخوان. لا هو قال اخت، واحده ملتزم. هو قال اخت، هو مش يقصد طبعا الاستاذ صبحي صالح نحسن الظن بيه، هو لا يقصد انها اخت من الاخوان المسلمين يعني منتظمه في جماعه الاخوان المسلمين، لكن يقصد انا لما ادور على زوجه هدور على زوجه، المصطلح الدارج ان الملتزمه اسمها ايه؟ اخت، اسمها اخت في الله يعني.
يعني فالمقصد مقطع للدكتور للأستاذ صبحي صالح. وطبعا تقوم الدنيا ولا تقعد ومقالات, مقالة اسمها حسبنا الله ونعم الوكيل في صبحي صالح, مقالة تانية صبحي صالح ليس صاحب الثورة, مقالة ثالثة مقالات شديدة جدا. بعد كده أو قبل كده مقالة, مقطع برضو للشيخ أبو إسحاق وهو بيتكلم عن معنى في غاية الأهمية, معنى موجود في يعني نرجع لديننا, نرجع في حاجة في الدين اسمها جهاد الطلب ولا ما فيهاش. مقطع من 18 سنة, أنا مش عارف نفسي أفهم مين اللي قاعد يحفر في المقاطع لغاية ما يجيب يعني حاجات. يا بقى دكتور محمد الوقت تحس أن هي إيه يعني فعلا هستيريا, هستيريا يعني زي هستيريا التصريحات النهاردة. إحنا مش محتاجين السلفيين والإخوان والثورة. ثورة إيه يعني سبحان, احنا طبعا احناش ضد اللي نزلوا امبارح كلهم, يعني كثير منهم نزل من اجل مطالب كلنا يعني متفقين عليه, ولكن احنا من ضد مبدا يعني ايه عايزين نلغي الشعب. يعني ايه الشعب ده؟ شعب ما هوش نخبه وما ينفعش وما بيفهمش, لا ينفع انه يختار رئيس ولا مجلس رئاسي ولا ينفع انه يختار الناس اللي هتجيب الدستور. ايه الفزع من الاسلام ده؟ ايه الرعب من الدين ده؟ ايه يعني الوقت فيه اخطار رهيبه. الخطر الاولاني الرهيب يعني الوقت فيه اخطار فعلا عظيمه جدا. الخطر الاولاني ان اول مره يحصل انشقاق في الثورة المصرية, وده كلام لوس أنجلوس تايمز برضو, أول مرة يحصل انشقاق في الثورة المصرية بعد ما كان الكل إيد واحدة. يا أخوانا البلد مش بلدنا, يعني عايزين نقول للناس البلد الوقت مش بلدنا. لحد الوقت لا أنا صوتي بيجيب قائد في البلد ولا أنت صوتك بيجيب قائد في البلد. لحد الوقت البلد لحد الوقت الدستور اللي أفرز مبارك لحد الوقت معظم البنود بتاعته لا تزال موجودة. إحنا لسه عايزين نبقى إيد واحدة عشان الحريات السياسية ترجع. يوم رجوع الحريات السياسية هو يوم عيد ميلاد مصر. ما هو عشان كده إحنا عايزين نقول إيه, إن فرض الرأي مش هو اللي هيبقى الحل أبدا, إنما المشاركة والمحاورة, إن إحنا نقدر نفهم بعض. إنما كل واحد, تعالى دلوقتي نضرب مثال بسيط جدا. لو جينا نقول دلوقتي مجلس رئاسي واحنا قاعدين اهو في قاعده ونفكر كده مين اللي هيمثلنا مثلا في المجلس الرئاسي, ممكن الناس تقول مثلا ايه المجلس الرئاسي يتكون من دكتور عبد المنعم الفتوح مثلا والسفير عبد الله الاشعل ومثلا وحد من المجلس العسكري مثلا الفريق سامي عناد. ده مجلس هتلاقي ناس هترضى وهتلاقي ناس هتعمل ايه؟ لا ده احنا عايزين مثلا الدكتور محمد البرادعي وعايزين الاستاذ او الدكتور جورج اسحاق وعايزين كذا, ويقوموا قايلين اسماء ثانيه ويبدا في تنازل. طب نسألهم سؤال بسيط جدا وسألناهم فعلا السؤال ده, طيب احنا مش ضد مجلس رئاسي مدني لكن ما هي الآلية لمجيء هذا المجلس؟ مش ضد كتابة الدستور لكن ما هي الآلية لكتابة هذا الدستور؟ انت هتكتبه مزاجك؟ هتجيب المجلس ده بمزاجك؟ ما هو هي حل من حلين, يا اما احنا هنتراضى كده المجموعة اللي كانت في التحرير يتراضوا على 4-5 يعملوهم مجلس رئاسي, يا اما هتعملوا انتخابات. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت طب ما الانتخابات جاي طب ما احنا شهور, يبقى الهدف الغاء الانتخابات, يبقى الهدف الشعب. وفي بعضهم صرح بكده فعلا, بعضهم صرح بكده لما تلاقي زي ما بقول لحضرتك هستيريا في التصريحات, لما تلاقي واحد يقول لك ان صوت واحد بلا بألف صوت نعم, لما تلاقي واحد تاني يطلع يقول لا احنا مفروض نلغي ان يبقى في مساواه في الاصوات. طب ان انت بتقول انك ديمقراطي, مش الديمقراطيه هي ان الشعب بيحكم نفسه؟ طب ما تلتزم شرطك, انت اشترطت على نفسك هذا, ازاي تيجي تقول لي بعدها ان لا مش موافقين على ان الشعب ده؟ طلع احد الاخوه من ائتلاف الثوره وقال كلمه بنفس اللفظ, هكذا بنفس اللفظ قال الشعب غير جاهز للديمقراطيه. طب زعلته ليه من السيد عمر سليمان لما قالها من 5 شهور لما قال الشعب نوت ريدي فور ديموكراسي؟ قال كده مش جاهز للديمقراطيه. واحد يهودي يورو يعني واحد يقول اسمه كوهين فابنه مات فبيطلع نعي في الجورنال فمستخسر قلبه مش جايبه ان هو يدفع فلوس النعي, فيعني هيعمل ايه؟ فكتب كوهين ينعي ابنه وبيصلح ساعات يعني فرصه يعني انا في الخدمه يا جماعه يعني هو العلمانيين بينعوا ابنهم وبيصلحوا ساعات. ايه علاقه فعلا ايه علاقه مطالب امبارح علاقه اسر الشهداء اللي طلعت امبارح؟ نحترمهم جدا ونضم صوتنا لصوتهم اللي بيطالبوا ان هم يشوفوا محاكمه السفاحين اللي قتلوهم, يشوفوا محاكمه العدلي, ده امر بنطالب بيه. ايه علاقه اللي طلعوا امبارح عشان يطالبوا بان بعض الناس اللي بتكترئ على الله عز وجل في التصريحات اللي بتقول بعض الكلمات المهينه للشعب المصري واللي مهينه لعقيده الشعب المصري تطلع تقول هذه الكلمات وبتقول خلاص ده ما يعني هؤلاء ما يصلحوش ان هم يكونوا على سده الحكم الان؟ ايه علاقه ده, ايه علاقه هذه المطالب الشريفه بتحديد حد ادنى وحد اقصى من الامور الشعب بان احنا نيجي نقول دلوقتي الثوره ويصلح الشعب ويصلح ساعات حاجه ملهاش اي علاقه نعمل مجلس رئاسي؟ طب ايه علاقه ده؟ هو المجلس العسكري, المجلس العسكري موجود خلاص اصبح امر واقع وهم تفضلوا وقالوا ان احنا مش هنقعد للاخر, احنا قدامنا 6 شهور على اقصى تقدير ونمشي.
عايز بقى تجيب لي مجلس تاني يقعد على اي اساس ويجي على اي اساس وعلى اي اساس هيتم اختيار هيتم ليه انتخابات؟ طب هو كثرة انتخابات يا دكتور حازم. طب هل دي مبادئهم؟ يعني هم بيقولوا الديمقراطية وبيقولوا حرية الرأي انا ما سمعتش حد لحد الوقت منهم بيتكلم عن قوانين تكفل الحريات السياسية، رغم ان ده اخطر. يعني المفروض خط سير الثوره سقط الدكتاتور خلاص، يبقى بعد كده حريات سياسيه. ما حدش بيتكلم عن حريات سياسيه دي. بالعكس، ده في كلام عن التضييقات السياسيه، ده في كلام عن حمايه مدنيه الدوله. احد الفضلاء يعني قال كلمه انا مش عارف طلعت ازاي من بقه، قال اللي مش عاجبه كذا ايديولوجيه معينه يخبط راسه في الحيط. يخبط موجوده بالصوت والصوره برده، الحمد لله دلوقتي كل مواطن معاه جاسوس في جيبه، معاه حاجه بيصور بيها، مفيش حاجه عاد بتستخبى. فلذلك لما تيجي تقول ان حضرتك بتسال حريات سياسيه، ده في تضييقات، مطالبات بتضييقات سياسيه. انا اسف ان انا اقول في يعني ترك لكل المبادئ اللي كانوا بينادوا فيها قبل الثوره. يعني لما تيجي حضرتك تسمع النهارده في مجله الاذاعه والتلفزيون، هستاذنك اقرا عليك المقطع ده، مجله الاذاعه والتلفزيون النهارده سؤال للدكتور سعد الدين ابراهيم. دكتور سعد الدين ابراهيم بيتعامل على انه رسول الديمقراطيه اللي جاي لنا من الغرب عشان يعلمنا كيف تكون الديمقراطيه، ودائما بيتشدق بهذا الكلام. تعالوا النهارده نسمعه هو بيقول ايه لما سئل ماذا يحدث لو الاخوان وصلوا للسلطه. قال ايه؟ هذه مخاوف مشروعه للقوى المدنيه العلمانيه والاقباط والنساء. خلي بالك من الكلمه اللي جايه، والنساء المتعلمات. النساء المتعلمات خايفين ان الاخوان يجوا، كان الاخوان دول نسائهم مش متعلمات، وكان التيار الاسلامي نسائهم بفوق الخط بالعافيه. هذه هي الاطراف المهمه لاستقرار مصر وموقعها الدولي. لان ما يبدو من ذلك ان حتى لو جاء الاخوان بطريقه تبدو شرعيه فهي غير حقيقيه، لانها ليست رغبه الاغلبيه، ليست رغبه الاغلبيه. فاذا جاء طرف على خلاف الرغبه الحقيقيه لمجرد، اسمع بقى الكلمة دي ونعلق عليها، لمجرد أن معه الأكثرية التصويتية، فالأوضاع لن تستقر. طب أفهم إيه من الكلام ده؟ الأغلبية والأكثرية. إيه الأغلبية وإيه الأكثرية؟ يعني دول رأي الأغلبية إن الإخوان ما يجوش، بس الأكثرية التصويتية قالت الإخوان يجوا. طب ما خلاص، يعني قول بصراحة، قول أنت ضد الديمقراطية، قول انت ضد ان الشعب هو اللي يختار. انا الشعب. قول انا بقى انا الحكومه. انا الحكومه. من النهارده مفيش حكومه. شيء محزن جدا لما تلاقي ناس ياما تكلمت عن الديمقراطيه وياما كانت تكلمت عن الحريات، واحد تاني يجي يقول احنا بنطالب النموذج التركي اللي يجي ان الجيش بيحمي العلمانيه، نطالب الجيش المصري ان هو يتعهد لنا ان يحمي هذه الثوابت، الثوابت اللي هي بالنسبه له الثوابت العلمانيه طبعا، ان يحمي هذه الثوابت حتى لو صندوق الاقتراع جاء بغيرها. عنده ثوابت. طب فين بقى المبدا بتاعك؟ يعني عايز حكم عسكري بس الاسلام ما يجيش. إيه؟ وتاني بيستغيث بامريكا، احتلال بس الاسلام ما يجيش. اي حاجه مع الاسلام. والتالت بيطالب بالغاء الشعب في الانتخابات بس الاسلام ما يجيش. المهم ان دين ربنا ما يسودش، المهم ان الاسلام ما يرتفعش. سبحان الله العظيم. طب الوقت لو جبنا صورتين، يعني الصوره اللي هي صوره التحرير في اول جمعه بعد سقوط مبارك لما كان في حوالي 5 مليون بني ادم، وصوره التحرير امبارح هو في 50,000 واحد او حوالي 40,000 واحد، او لما يعني لما تعدوا بقى بالفرض بقى من الصوره اللي فيها 8,000 واحد، ده العد بقى الدقيق اللي هو الكلام الدقيق في العد في الصفوف بتاعه الصلاه هو زادوا بعد كده شويه، لكن يعني هو ده كان ساعه الصلاه فعلا. يبقى هنقول 8,000 مسلم، 8 ل 10 خليها 10,000 مسلم. يعني ممكن العدد الباقي بقى يبقى ايه يعني. يعني لمصلحه مين ان الثوره تموت بالمنظر ده؟ لمصلحه مين؟ يعني اللي كان فيه مثل زمان كده، يعني يمكن الواحد قاله قبل كده، يعني اللي هو يعني اتنين رايحين امريكا في رايحين مصلحه في الدور 400 في برج، فبعد ما فلو الاسانسير بايظ فطلعوا 350 دور على رجليهم. فواحد بيقول لي تعالى انا عندي ليك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. قال له ايه الخبر الحلو؟ قال له ما عادش غير 50 دور بس. قال له طب الخبر الوحش؟ قال له مش هي دي العماره. فهو بالظبط كده، مش هي دي العماره. من اول ما ثوره 19 قامت 33 سنه اتحكمنا بالليبراليه، 33 سنه، والاول مره الاحزاب هي اللي تحكم في مصر، والاول مره الانتخابات، والاول مره، وفي النهايه معلش يا شعب مصر مش قادر العماره، مش قادر العماره، ويمشي وتيجي الثوره ويجي عبد الناصر. 20 سنه ندوء، يعني قمه الاشتراكيه والندوء، قمه الاذلال وقمه الامتهان. 67 100,000 جندي مصري يتقتلوا فيها، 100,000 جندي مصري، يعني متخيل كان فيهم جنود بالجلاليب ما لحقوش يودوهم البدله العسكريه كلها، وبعد كده يفتحوا طنابير ميه ويخلوهم يجروا عليها، ويوم قال لهم لا
الضباط يجروا الاول عشان يميزوا الضباط عن العساكر. الضباط يجروا يقوموا اكلينهم كلهم، يبقى خلص من الضباط. بعد كده يدوهم ورق ويقول لهم الصليب الاحمر بعت لكم، كل واحد يكتب اسمه عشان يجيب له حقوقه. اللي يمد ايده ويكتب يعرفوا ان ده بيعرف يقرا ويكتب يقتلوه عشان يقضوا تماما على اللي بيقرا ويكتب في الجيش المصري. يعني بيخلوا الجنود المصريين يحفروا قبورهم بايديهم. وبعد النكسه دي كلها وهو خلاص معلش يا شعب مصر مش قادر العمارة، بعد كده جه السادات 10 سنين كاملين بقى يعني رأس مالية و99 في المملكة العربية بإيد أمريكا. وبعد كده معلش يا شعب مصر مش قادر العمارة، والشعب المصري ينزل ويركب في عمارة تانية. بقى كده 30 سنة مبارك فشل في كل حاجة، فشل في كل شيء في البلد. وفي النهاية معلش يا شعب مصر مش هي دي العمارة، هي فين العمارة؟ هم لسه عايزين يتوهونا تاني، لسه عايزيننا ندخل تاني نجرب الليبرالية تاني. ما جربناها 33 سنة من ثورة 19 ل 52، لسه عايزيننا نجرب الأنظمة الشرقية والغربية. هي أمريكا هي العمارة؟ أمريكا اللي كل 6 ثواني حادثة اغتصاب، أمريكا اللي كل 3 دقائق حادثة اعتداء على ممتلكات وعلى أعراض. أمريكا هي دي العمارة اللي احنا عايزين؟ أمريكا اللي قتلوا 15 ل 100 مليون واحد من الهنود الحمر عشان دولتهم تقوم؟ أمريكا اللي بيقتلوا إخواننا في, 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 في العراق؟ أمريكا اللي كل ما يجي اليهود يعملوا مستوطنة يعني يجرفهم بيوت الفلسطينيين على دماغ أي حد فيها، ويجي في مجلس الأمم المتحدة يتعمل اعتراض على اليهود أمريكا تستعمل الفيتو؟ لا، خليهم يهدموا البيوت ويطلعوا بعد كده يقولوا احنا ضد الإرهاب وضد وضد. هي دي العمارة اللي عايزين نمشي وراها، هي دي الهستيريا. لأن هي المشكلة الحقيقية اللي حصلت إن يعني هم لاحظوا بالتدريج. امبارح كان في شعار في ميدان التحرير بيقولوا ايه الثوار اللي كانوا موجودين امبارح؟ انا مش حاسس بالتغيير عشان كده واقف في التحرير. يعني انت حاجه بالتغيير؟ انا حاسس، انا حاسس بالتغيير. حضرتك حاسس بالتغيير؟ هو مشكلتهم ان هم يعني ما كسبوش من يوم الثوره قامت 5 سنتي. هم بيخسروا، لان هم كانوا يعني بيخسروا خسارات فادحه، لان هم كانوا اصلا في قمه حريتهم قبل الثوره بيعملوا اللي هم عايزينه. احنا اللي كنا مكبوتين. هم رعبوا بعد الثوره من الحجم المهول للتيار الاسلامي. من يومين معدي فلقيت واحد من الرموز بتاعتهم بيعلن ان له ندوه في قريه من القرى. انا مت على روحي من الضحك. جايين لسه الوقت تفتكروا القرى وتفتكروا النجوع؟ طول عمرنا وسط القرى وطول عمرنا وسط النجوع. هم اللي لسه جايين، هم الوقت هيستيريا ما هوش قادر يتخيل. ما هو كان متصور حضرتك. خلي بال حضرتك في ناس كتيره نزلت الميدان في ثوره 25 يناير عشان اهداف مختلفه. احنا يعني كنا بنقول ايامها الشعب يريد اسقاط النظام، لان ده الحاجه اللي اصطلح عليها الناس كلهم. لكن كانت في ناس نازله عشان الدوله دي تبقى علمانيه، وكان في ناس نازله عشان الدوله دي تبقى اسلاميه، وكان في ناس نازله عشان مرتباتها تزيد، وكان في ناس نازله عشان اسباب مختلفه، وكان في شباب نازل عشان البنت اللي بيحبها مش عارف يتجوزها لانه مش لاقي شغل، فنازل عشان يلاقي شغل فيتجوز. يعني كان في لما حصل وسقط راس النظام، مش النظام سقط راس النظام، ولسه بنسقط في باقي فلوله، لسه شغالين، لسه في مشوار، لسه في مراحل. يعني يا دكتور محمد دي مش خيانه؟ دي مش خيانه؟ احنا مش عايزين، ربنا مدينا الوقت فرصه تاريخيه تاريخيه ان مصر تبقى بلد في قمه الحريه وقمة الحريات السياسية، وإن جميع قيادات البلد تيجي بالانتخاب. أما في الوقت ده يسخر الإعلام العلماني. ما أنا بقول لحضرتك، ما أنا بقول لحضرتك أنت لما تجد إن في الناس دي أنت لما تجد حضرتك ذكرت يمكن من سنة 1911 لغاية الثورة كان في وجود للليبراليين والإسلاميين. يعني دول كانوا موجودين، وكانت جماعة الإخوان المسلمين في أوج قوتها، وكانت أيامها الجماعات الإسلامية، جماعة أنصار السنة والجمعية الشرعية بتكون، وكان في وجود للإسلاميين، وكان في وجود والتبليغ والدعوة، كان في وجود للليبراليين. بعد ثورة يوليو 52 لغاية النهاردة كان دايما الإسلاميين في خانة الإيه؟ الإقصاء. كان دايما الإسلاميين، وكان مين اللي متصدر دايما المشهد؟ كان دايما المتصدر المشهد من الإعلاميين أو من السياسيين أو من الكتاب، مش هقول بقى أسماء مختلفة، لكن اللي مش إسلاميين أو اللي أيديولوجيتهم مش معتمدة على الإسلام. حصل النهاردة فيه اختلاف، حصل تغيير، وعشان كده بقول أنا حاسس بالتغيير. صحيح صحيح مش هو التغيير الأكمل، أو لسه محتاجين مشوار كمان للتغيير، لكن أنا حاسس بالتغيير. أنا حاسس بالتغيير إن أنا دلوقتي أقدر أتكلم، إن أنا دلوقتي أقدر أعبر عن رأيي. أنا كنت في الأول مش أي كتاب أقدر أحطه في بيتي، مش أي كلمة أقدر أكتبها في ورقة، لأن أنا عارف إن ممكن يجي يخش يلاقي كلمة مش مفروض إنها تتكتب عندي. ممكن يجي مثلا النهاردة نلاقي نفسنا في التليفون مش قادر أتكلم براحتي، مش قادر أتكلم مع أخويا، أصل أنا أخويا ده وضعه الأمني مش كويس، فمش مفروض إن أنا أتصل بيه، أحسن يكون تليفونه متراقب. كلام كان بيحصل وكنت حضرتك عارفه وأنا عارفه كل الإسلاميين عارفينه. النهارده
الوضع ده اتغير، والوضع ده اصبح فيه بفضل الله عز وجل بدانا نتكلم وبدانا نعلم الناس وبدانا نخرج وبدانا نتوجه للقرى ونعمل مؤتمرات ونروح الصعيد اللي عمرنا ما رحناه تقريبا من 20 30 سنه. هذا الكلام في حين ان في نفس الوقت قبل كده انا بتكلم برضو في مرحله ما قبل 25 يناير كان كل بنعمل ائتلاف دعاه مصر انما قبل كده مثلا من قبل 25 يناير لغايه لو جيت وانت نازل لغايه سنه 52 كنت هتلاقي دايما ايه، كنت هتلاقي دايما ان في الوقت ده المؤتمرات اللقاءات الندوات اللي كان بيعملها اخواننا اصحاب الايديولوجيات التانية، انا مش عايز اقعد اصنف اصحاب الايديولوجيات المختلفه، كانت بتبقى فين؟ كانت بتبقى في فنادق خمس نجوم، كان عندهم دائما اماكن ثابته في برامج التوك شو، في الصحف كان ممكن يعملوا صحف. حضرتك احنا لحد الان مش قادرين نعمل صحيفه واحده، لحد الان الاسلاميين مش قادرين، يعني الاخوان المسلمين لما كانوا عملوا اتفاق كده مع حزب الاحرار وعملوا مع جريده معينه افاق عربيه، الموضوع ده ما استمرش ودلوقتي لازال في محاولات ان يتعمل حاجه تانية. انما في نفس الوقت كان هم عمل حرب رهيبه عليه، كان هم لهم كل الوجود في الصحف، لهم كل الوجود في البرامج، لهم كل. النهارده اصبح الوضع مختلف، اصبحت انا موجود واصبحت اقدر اتكلم واصبحت اقدر اخد كمان مساحات، واصبحت في اول اختبار حقيقي ممكن اقدر ان انا اوجه الناس لاتجاه معين. مش طبعا زي ما حاولوا يوحوا ان احنا قعدنا نقول للناس لو قلتوا نعم هتروحوا الجنه ولو قلتوا لا هتروحوا النار، والكلام انا بسميه كلام رخيص جدا، ده هذا لم يحدث، ولو حدث هيبقى من ناس جهلاء لا يمثلوا نسبه. انما انا عايز اتحدى لو لقيت داعيه محترم على علم الكلمة زي دي، قال اللي هيقول نعم هيخش الجنة واللي هيقول لا هيروح النار. يا دكتور محمد يعني عندهم هستيريا في الإنفاق، هستيريا في الإعلام، يعني هم هيجنوا، يعني ما كل هذا الكره للإسلام؟ في حد يكره دينه كده؟ سواء بقى يعني في حد عادي، يعني سبحان الله العظيم، يعني انت عارف قال روتشيلد وقال روكفلر والأسر اليهودية المشهورة اللي كانت وراء الثورة الفرنسية، والأسر اليهودية المشهورة اللي مولت الحملة الفرنسية على مصر، واللي اشترت الحصة بتاعت قناة السويس، واللي حاولت اللي وعد بولفور كان ليهم، وعد بولفور أصلا كان روتشيلد، كان مباشرة بوعد دولة في إسرائيل لروتشيلد. هذه الأموال القارونية اللي سخرت من أجل تجييش مجندات، جماعات نسائية مجندة من أجل إفساد الشباب ومن أجل نشر الانحلال وسط الشباب، عملهم اشتروا أبار البترول واشتروا مناجم الذهب وسيطروا عليها، الأسرتين دول بالذات بتاعت روتشيلد وقال روكفلر، وكل جهودهم كانت من أجل يعني استثارة الغرب ضد الإسلام ومن أجل تدمير الإسلام. وفي النهاية حصل إيه؟ لما في الجزائر مولوا الاحتلال 132 سنة فرنسا في الجزائر قتلت 1.5 مليون مسلم جزائري، 1.5 مليون. وفي النهايه الكلمه الشهيره بتاعت وزير المستعمرات الفرنسيه بقى لما فشلوا فشل ذريع، قال وماذا افعل اذا كان القران اقوى من فرنسا، انا هعمل ايه لو كان القران اقوى من فرنسا. فيعني كذلك هناك قارونيين في مصر دلوقتي، يعني ممكن منهم رجال اعمال غير مسلمين ومنهم ومسلمين. يعني وشخصيات مسلمين بيعملوا مؤتمرات دلوقتي عشان ما يخشوا الاحزاب، وفي النهايه لما بيحسوا بخيبه الامل وبيحسوا ان الملايين الممرنه دي انفقت وما جابتش حاجه بيجندوا بقى، بتبدا الهستيريا بقى اللي احنا شايفينها دلوقتي. الحقوا رئيس نادي بلديه المحله اتشال بسبب السلفيين، سلفيين مالهم بنادي بلديه المحله؟ وهو الراجل انكر بعد كده، الراجل طلع وقال انا ما قلتش كده، هذه الجريده كذبت وكذب صريح. طب حد حاسبها النهارده؟ حد عمل حساب لهذه الجريده؟ الراجل قال ما حصلش الكلام ده، وانت ادعيت على طائفه في المجتمع، وان كان الكلام ده مش جديد، يعني حضرتك تذكر او حضرتك تعرف ان لحد النهارده في برامج التوك شو لحد النهارده مصممين ايه السلفيين قطعوا الودان، ايه السلفيين حرقوا مش عارف الاضرحه، ايه السلفي يا جماعه خلاص يا جماعه في تقارير نيابه يا جماعه في انه شهاده معامله اطفال، مش ممكن، حاجه عجيبه جدا يا جماعه. كفايه كده الكلام ده، هي ثلاث حاجات رئيسيه بيتبعوها مش لما عرفوا ان هم دلوقتي الوضع فعلا خطير بالنسبه لهم. وخطير ليه؟ خلي بال حضرتك الانتخابات امتى؟ انا عايزين نعرف ونحلل. الانتخابات في شهر 9، انتخابات في شهر 9 ده بعد ايه يا دكتور حازم؟ ترتيب ربنا بقى سبحان الله. انتخابات في شهر 9 بعد ايه؟ بعد رمضان. بعد رمضان. بعد رمضان. رمضان سبحان الله قدر من عند الله عز وجل ان احنا نيجي في هذا التوقيت ويدخل الناس تاني مساجد ربنا ويدخلوا بيوت ربنا ويسمعوا الدين، مش هيسمعوا سياسه. احنا هناخد قرار، احنا مش هنتكلم في رمضان في المساجد عن السياسه، هنتكلم عن الله عز وجل، عن الله عز وجل. بس الدعاء يعني 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 كثير من الدعاء بيسافر في رمضان. انا بذكرهم بدعوه الشيوخ وبعض الشيوخ الكبار، وان كنت لسه ما تاكدتش لكن بعض الشيوخ الكبار يعني بيناشدوا الدعاء، وحضرتك انا بناشدك هذا هذه المناشده وغيرك من الدعاء، ما فيش وقت دلوقتي للسفر،
النهارده مش معلش عمره رمضان تتاجل بقى نبقى نطلع في العمره اللي بعدها. من الكعبه كام سنه عشان نوصل لدين ربنا يعني سنة. ده وقت. بس برضو باكد على نقطه مهمه جدا، ان لما وجدوا هذا الوضع وهذا الخوف الرهيب وهذه النتائج العمليه انك مش قادر تكمل حزبين ثلاثه، احد الناس المذيعين في التوك شو او الصحفيين المشهورين جدا كان بيصرخ من يومين، كان بيقول يا جماعه يلا عمالين تقولوا حريه، يلا عمالين تقولوا احزاب، تخيلوا ان لحد دلوقتي ما قدمش الا ثلاث احزاب، حزب اخوان وحزبين سلفيين، يا جماعه انتوا ساكتين ازاي؟ حضرتك مدرك يعني كم الغيظ والغل، هستيريا فعلا. انا صعب عليا، انا اشفقت عليه قلت يا مالك بتعمل كده ليه؟ يعني هو ايه اللي حصل؟ المساله خطيره جدا لما يجي واحد تاني يطلع او واحده مفروض انها انسانه مثقفه ويقول لها التيارات الاسلاميه وبالذات التيارات اللي هي الاشهر الان اللي موجوده على الساحه، التيار السلفي والتيار الاخوان مستعدين للتحاور، تقوم تقول لهم هذه الدكتوره الفاضله تقول لهم الحوار يكون مع المثقفين، لكن هؤلاء بعض الجهله انا ما اقدرش احاور جهله. هذا الاقصاء وهذا التخوين وهذا التفزيع، الله المستعان، يعني تخوين تفزيع اقصاء نتيجته الوحيده اقصاء، يعني ما خونك لما اطلع النهارده واطلع كده بمنشط تعريض في صحيفه من اوسع الصحف انتشارا، هستيريا فعلا، يقول لك ايه الشعب المصري حضور الضمير المصري وغياب الاخوان والسلفيين، كان الاخوان السلفيين يعني دول ايه، دول ما عندهمش ضمير والضمير هو اللي حضر امبارح، كان الخونه هم اللي ما حضروش. بالظبط منهج جورج بوش. جورج بوش كان بيقول ايه، ويز اور اجينست، يا اما معايا يا اما ضدي، لو انت مش معايا مع امريكا وتكون مع الارهاب. واحد تاني قال كلمه ظريفه جدا، يقول لك انت يعني مش عايز مجلس رئاسي، طب انزل التحرير وقول انا مش عايز مجلس رئاسي. انا هساله سؤال واحد بس، هو انسان محترم جدا انا بحترمه، هو كاتب فاضل الاستاذ بلال فاضل، قال الكلمه دي، قال التحرير بالنيه، التحرير بالنيه زي الاعمال بالنيه، التحرير بالنيه. انا عايز اساله سؤال واحد بس، يعني لو بتوع احنا اسفين يا ريس، حزب احنا اسفين يا ريس، مش عارف حضرتك سمعت عنه ولا لا، حزب كبير جدا موجود دلوقتي تعداده مثلا 40,000 واحد على الفيسبوك، بيقولوا بينادوا بالاعتذار للرئيس المخلوع. لو هؤلاء دلوقتي قرروا ان هم ينزلوا يعملوا مليونيه في ميدان التحرير، هتنزل معاهم يا استاذ بلال وهتقول لهم انا مش نازل عشان اقول احنا اسفين يا ريس، انا هنزل لمطالبه بمحاكمه الرئيس؟ هل ده اصلا يتصور؟ امر غير متصور وامر غير منطقي. وما انت بتقولي يعني ايه تحرير بالنيه؟ يعني ايه ان انت عايزني انزل وانا عارف كويس جدا ان انت بتقول دستور واللافتات موجوده والصور موجوده، يمكن الوقت ما كانش اسعفنا ان احنا نجيبها، لكن الصور موجوده بعرض الميدان، الدستور اولا. طب ازاي يا جماعه؟ الماده 189 مقرر بتقول ايه؟ بتقول اول لجنه تاسيسيه، اول مجلس شعب وشور، الاعضاء المنتخبين مش المعينين يجتمعوا لعمل لجنه تاسيسيه لاعداد دستور جديد. تفهم من كده ان الدستور يعني اولا ولا المجلس اولا؟ يعني دكتور حازم، دكتور محمد، ما هي لا الدستور اولا طبعا، لا المجلس اولا دكتور، لا مجلس الرئاسي، مجلس الشعب، مجلس الشعب هو اللي يجتمع عشان يعمل لجنه تاسيسيه وتعمل لنا دستور. ده اللي المفروض، ده اللي المفروض. هو دلوقتي لما يقول لي الدستور الاول قبل مجلس الشعب، انت عايز يلغوا، عايز ننزل اقول كده ازاي؟ يبقى هم دلوقتي لما يعني ناس كتير الوقت بتقول انتوا ما نزلتوش ليه، انتوا ما نزلتوش ليه، ما نزلتوش امبارح الجمعه ليه، لا ما نزلتوش الجمعه ده ليه، وليه السلفيين والاخوان؟ لان يا اخواننا احنا ما نزلناش عشان كنتوا، لان امبارح ده كان المطلب من المطالب الاساسيه الغائكم، ان انت رايك ما يبقاش له قيمه، ان انت لا انت هتحدد مجلس رئاسي، يعني خلاص نجيب ناس يعني تقود البلد في الفتره القادمه الخطيره ديت من غير انتخابات ليكم، ونعمل دستور. وطبعا متخيل بقى لما دول اللي يعملوا الدستور، متخيل المادة التانية يحصل فيها ايه، ومتخيل الاسلام هيبقى مكانه لكن ايه. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجة دكتور حازم، ودي نقطة مهمة جدا. طيب احنا خلاص احنا ما نزلناش، وهؤلاء الفضلاء قرروا انهم ينزلوا وعايزين مجلس رئاسي وعايزين دستور اول. طيب انا عايز اسأل سؤال، وده اللي انا بدأت بيه الكلام، ليه الهستيريا؟ ليه الهستيريا الهجوميه؟ ليه يبقى شعارات امبارح في بلاد التحرير يا اخوان يا اخوان انتوا فين، الشعب المصري اهو، يا مش عارف ايه يا سلفيين انتوا، وكلام يعني ده كلام جريده الدستور، ان كان جزء كبير جدا، جزء كبير جدا من الشعارات هجوم على الاخوان وهجوم على السلفيين. التوك شو امبارح واول امبارح ويمكن النهارده، انا طبعا احنا مع بعض ما شفناهوش، هجوم شديد جدا، التخوين والاقصاء وهؤلاء وخانوا الثوره وخانوا دم الشهداء والضمير انا عايز اسال سؤال واحد بس. كده 86 مليون مواطن، يعني ما احنا هنشيل 40,000 يعني بيتهموا 86 مليون مواطن ان هم يا استاذي الفاضل، هعتبر ان هو زي ما وائل قنديل قال، مليون في ميدان التحرير ومليون في قائد ابراهيم، انا هصدقه،
انا عايز اسالك سؤال يا سيدي. انا عارف ان الصوره ما بتكذبش، لكن انا بفترض افتراض جدل يا دكتور حازم، خليك معايا بس. الوكالات الاخباريه العالميه، الصحف العالميه، ملايين نزلت. انا عايز اسال سؤال بس، انا ما نزلتش وقررت ما انزلش، جماعه الاخوان المسلمين نزلت بيان وقررت انها ما تنزلش، الدعوه السلفيه في اسكندريه نزلت بيان وقالت احنا موافقين على كل المطالب ما عدا المطلبين دول ولذلك مش هننزل. سؤال بسيط او عده اسئله اسالها لاصدقائي الليبراليين واصدقائي الذين ينادون بالحريه والديمقراطيه، اقول لهم هل كل من ليس معي ضدي؟ هل كل قضيه وكل مشكله وانا اخترت اختيار وانت اخترت اختيار تاني خالص لازم نبقى اعداء؟ لازم نبقى في استطين؟ لازم نبقى في جهتين نقعد نحارب بعض والخاسر الاوحد، والخاسر الاوحد او الاول، بلاش الاوحد، الخاسر الاول في هذا هو هذا البلد اللي محتاج يبنى، ما لو غرقت مش كله هيغرق. انا عايز اسال هذا، ده سؤال لازم نساله. هو كل اللي يخلفني، كل اللي يخلفني يا اما خائن يا اما كافر. ما هو برضو عايز عشان العدل عايز اقول نقطه مهمه، يعني برضو هم طلعوا في برامج التوك شو ان في حاجه على الفيسبوك او في موقع مفروض ان هو بيقول ان هو سلفي هو ما عليهوش الا يمكن 2,000-3,000 واحد، وده عدد قليل بالنسبه للفيسبوك. قال ان اللي هينزل هيبقى علماني او ملحد او كافر او الكلام ده. انا عايز اسال سؤال، رموز التيار السلفي ورموز جماعه الاخوان المسلمين قالوا كده؟ قالوا اللي هينزل هيبقى كافر؟ الكلام ده ممكن يكون من بعض الاخوه الجهله، وانا بقول لهم اهو يا اخوه اللي بتقولوا كده انتم جهله، لان اللي نزل امبارح مش كلهم علمانيين، واللي نزل امبارح مش كلهم عايزين خراب مصر، واللي نزل امبارح مش عايزين يتحدوا راي الاغلبيه، مش كلهم عباد سلطه وكذلك الناحيه الثانيه ومقاتلين عشان كرسي بالظبط. لا، في ناس نازله اهالي الشهداء ربنا يكرمهم كانوا نازلين، الناس اللي عايزه اقصاء الفلول النظام وكده كانوا نازلين، دول كلهم انا دول على راسي، لكن انا ضد طرف واحد اللي عايز يقصي. يعني المظاهره دي لو كان لم يطالب فيها بالمجلس الرئاسي مش كانت بقت 10 مليون؟ كانت ممكن 20 مليون. يعني ليه؟ ليه الإصرار على إقصاء الإسلام؟ ليه الإصرار على إنهم يثبتوا إقصاء إن الإسلاميين أو إقصاء الإسلاميين؟ ليه الإصرار على هذا؟ يعني ليه؟ وكل هل يمكن أن يحدث إصلاح في مصر بدون الإسلام؟ يعني برضه دكتور محمد، يعني لما غابت شريعة ربنا، برنامج على فين يا مصر هو أساساً عشان شرع ربنا سبحانه وتعالى، عشان الشريعه الاسلاميه. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن التسامح في الشريعه الاسلاميه، المره اللي قبلها المراه في الشريعه الاسلاميه، يعني بنحاول ان احنا نقول للناس الشريعه دي جنه قد ايه. لما غابت الشريعه الاسلاميه، يعني انت دلوقتي الاطباء لما خرج دكاتره، مش في دكتور بيسرق كله العيان والعيان بعد 15 سنه يجي يعمل سونار على بطنه يكتشف ان في كله مش موجوده اصلا؟ يا اخوانا انا مره عملت عمليه زايده، ازاي كلتي راحت؟ كلتي راحت فين؟ مش في دكتور بيدخل له عيان يكتب لمراته الحامل كلسم ب50 جنيه لشركه اجنبيه بتطلعها رحله لتركيا ولا رحله لبنان، وفي بديل ب2 جنيه مش راضي يكتبه؟ مش في الوقت مهندس بيغش في الاساس؟ لما غاب الدين من التعليم خرج لنا محامين بقوا من اهم اسباب الظلم في مصر، اللي المفروض ان هم اسباب اهم اسباب العدل واعاده الحقوق، بقى يعني كثير من المحامين خرج لنا مهندسين لما غاب التعليم لما غاب الدين من التعليم، مهندسين ممكن يغشوا في الاساس تسقط ابراج تقتل مئات لما غابت الشريعه الاسلاميه. يعني احنا الوقت عايزين نقول ايه؟ يعني الليبراليين عايزين الليبراليه. طب انت دلوقتي عايز الليبراليه، يعني ايه الليبراليه؟ الليبراليه في العالم كله زي مونيكا جيت كده لما سالوا سيناتور امريكي ايه رايك في اللي عمله كلينتون، قال لهم انا ما يهمنيش ان كلينتون يعمل علاقه مع كل امراه في العالم، وما يهمنيش ان كلينتون يعمل علاقه مع كل راجل في العالم، انا اللي يهمني الضرائب اللي هدفعها قد ايه والاقتصاد بتاع الاقتصاد الموجود قد ايه. يعني قضيه انتوا عايزين الليبراليه دي؟ عايزين الليبراليه ان الشذوذ الجنسي يباح؟ عايزين ليبراليه ان الزنا يتم على شواطئ الساحل الشمالي؟ عايزين ليبراليه ان البنت تلبس ما تشاء وتخرج مع من تشاء في اي وقت تشاء وتذهب في علاقتها باي واحد الى الحد الذي تشاء؟ انتوا عايزين الليبراليه ديت؟ خلي بالك المقطع ده هيتقطع لك. ولا عايزين انتوا عايزين هي دي الليبراليه؟ دي مش ليبراليه، ده معاداه لدين الله. ولا عايزين حريه السياسيه، حريه صوتي وصوتك؟ دي اللي افهمه من الليبراليه المحترمه. إن أنا هو أصلا الليبرالية جميع المبادئ المحترمة في الليبرالية هي أساسا مبادئ إسلامية، هي أساسا مبادئ مأخوذة من الإسلام، مش المصريين بيقولوا على الأصل دور؟ يعني هي حركات العلمانية والليبرالية كلها ما هي إلا رد فعل الحضارة الإسلامية ومبادئ الحضارة الإسلامية عشان يدخلوا في أوروبا في القرون الوسطى المبادئ العظام بتاعت الحضارة الإسلامية. فإحنا يعني قضية، يعني الوقت برضه دكتور محمد، هل قضية الشريعة الإسلامية قضية إقناع؟ يعني العلمانيين هيوصلوا لايه؟ يعني اللي بيعملوه ده، يعني هل ممكن ينتصروا؟ هل المشهد الاخير ممكن يبقى معاهم؟ هو طبعا القضيه دي محسومه عندنا، احنا عندنا حسن ظن بالله عز وجل، وعندنا حسن ظن ان احنا يعني ما دمنا بنمتلك
مش هقول ان احنا بنمتلك الحق المطلق، لكن معنا القرآن، معنا كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل هو الحق، حد يقدر يشكك في هذا؟ فطبعا يعني 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 واما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ربنا قال ان هو ده مثل الحق والباطل. فانا يعني يعني انا عايز الفت النظر لقضيه ثانيه يا دكتور حازم، وحضرتك لفت كلمه جميله اللي هي غياب الشريعه ادى لايه. غياب الشريعه انا بقول النهارده ان هو ادى للي احنا فيه النهارده، ادى للتفرق ده، ادى عارف لو حضرتك متجوز. ادى للفقر، دي نقاط، لكن انا بتكلم في نقطه اخطر دلوقتي. هذا التفرق والوضع اللي حضرتك ذكرت مثلا الجريده الامريكيه اللي بتقول ان الاول مره الثوره تنشق على بعضها، هذا الانشقاق مصيبة. انا شايف ان ده ثمره من ثمرات غياب الشريعه. احنا لو رجعنا اصلا لشرع الله عز وجل هنلاقي الشرع بيدعونا لايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. هتلاقي ايات كثيره جدا بتدعونا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرعون. هنلاقي ان القران بيدعونا للتجمع. هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتختلف قلوبكم. هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اقرأوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. حديث صحيح البخاري، لو اختلفتم في القران اللي هو لما بنجتمع عليه بتحفونا الملائكه وتنزل علينا السكينه والرحمة، ومع ذلك لو اختلفتم قوموا. لو رجعنا لشرع الله عز وجل هنسمع كلمة زي الإمام الشافعي، ما هو ده السلف، مش دول السلف برضو لما جه قعد يتناظر مع أحد إخوانه في مسألة وما قدروش يوصلوا الحل، الاثنين اختلفوا، فجي بعدها اللي بينظروا ده اسمه أبو موسى بيقول إيه؟ والله ما رأيت أعقل من الشافعي، والله ما رأيت أعقل من الشافعي. قال لي بعد أن اختلفنا حصل اختلاف، قال لي ألا يستقيم أن نختلف ونبقى إخوانا؟ ألا يستقيم إن هو ده الدين؟ الدين إن إحنا يا جماعة يا جماعة مش يعني في ثلاث حاجات يا دكتور حازم، في حاجة اسمها اختلاف، وفي حاجة اسمها تفرق، وفي حاجة اسمها تنازع. إحنا ليه بنوصل على طول للتنازع؟ ليه ما بنمشيش السلك الطبيعي؟ نختلف، لكن تعالوا نشوف مساحات الاتفاق الأول ونمشي فيها ونبني مصر ونبني بلدنا اللي أصبحت في حالة يعني بالطريقة دي هتبقى وهتزداد الأزمات اللي عملها. ما احنا مش ملتفتين بقى إلا البعض، مش ملتفتين دلوقتي إن في مشاكل، في مشاكل اقتصادية، في مشاكل، مش عايز أحبط لكن في مشاكل محتاجين نبص لها، محتاجين يعني نتعاون عليها. مش عايز أقول الألفاظ الشديدة يعني أنا الواحد مستفز يعني. أنا مش عايز زي ما حدش يخوني، أنا مش عايز أخون حد يعني. أنا مدام حدش يعني أنا بطلب إن محدش يخوني ومطلب إن حدش يخصني فأنا مش هخون. أنت متسامح للنهاية. أنا بقول هو لسه أنا بتكلم في نقطة مهمة جدا. إحنا دلوقتي يا إخواني يا إخوان، ألا يستقيم أن نختلف كلمة الشافعي ونبقى إخوانا؟ ألا يستقيم إن أنا ألين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لينوا في أيدي إخوانكم؟ إحنا دلوقتي مثلا مش متفقين على كل الحاجات اللي هتحصل امبارح أو اللي حصلت امبارح، طب ما خلاص ما تشيلوا الحاجات اللي عليها اختلاف، ما تشيلوا الحاجات اللي إحنا مش متفقين عليها، ما تشيلوا الحاجات اللي فيها مشكلة. لكن إحنا ليه دايما بندور على نقاط النزاع؟ ليه دايما نحاول ندور على إزاي هختلف مع أخوي، إزاي هتخانق مع أخوي؟ ليه دايما معلش يعني ما تشوف دلوقتي صراعات صراعات. عجبني جدا النهاردة بيان الإخوان المسلمين، هم بيدعوا اتباعهم، بيدعوا شباب جماعه الاخوان ان هم يوقفوا الحرب الالكترونيه لانها اصبحت حرب، كله عمال يشتم في كله، كله عمال يخون كله، والشباب عمالين اصبحت كل مناقشه يا دكتور حازم. شوف احنا قاعدين بنتناقش واختلفنا هو في مساله دلوقتي، لكن او اختلفنا في نقطه فرعيه، هل دلوقتي هنتخانق؟ دلوقتي الشاب اول ما بيختلف مع واحد على الفيسبوك بتتحول الى صراع بعد الحلقه بقى مش على هو. لكن ربنا يستر. انما يعني انا عايز اسال سؤال، بس ليه ما نبقاش عندنا حسن ظن ببعض؟ ليه ما يبقاش في اداب الاختلاف؟ ليه ما نبقاش واحنا بنختلف نقدر ان احنا ما نوصلش للتفرق؟ ان تقول فرقت يعني سيدنا يوسف لما اخواته كانوا طوفان تعصب. طب اقول لك واحده شد من دي، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وجد السحر الذي سحره به لبيد بن الاعصم، وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، قال لها وجدت كذا في مشط ومشاطة، وذكر لها وصف. فقالت يا رسول الله لما لا تخرجه، تخرجه بقى وتفضح لبيد بن الأعصم اللي سحرك وأذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة صرت. إني قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. الله. ده يهودي يا دكتور حازم، كرهت أن أثير على الناس فيه شرا. ده النبي صلى الله عليه وسلم، إن مع أنه عمل مصيبة سحر، والسحر كفر، ومش بس كده أذى، أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خلاص طب أنا ربنا عفاني. ولما إخوة يوسف قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحصل إيه؟ يخلو لكم، يخلو لكم وجه أبيكم. هم مش متخيلين إن هم هيطلعوا غير على أنقاض غيرهم. أنا مش هرتفع غير على أنقاض غير. سيدنا يوسف في الآخر قال إيه؟ وأتوني بأهلكم
أجمعين، يعني كلمة أجمعين دي بتبهرني، يعني مش ائتوني ببعض دون بعض، أجمعين دول يعني اللي شل سيدنا يوسف ورماه في البير بإيديه في الجوبة بإيديه برضو هاتوه، يعني وقتوني بقالكم أجمعين، تسامح مطلق، يعني استعداد إن احنا هنتعاون مع بعض وكلنا هننصر دين ربنا مع بعض وكلنا هننشر الخير مع بعض وكلنا هننصر المبادئ مع بعض، وده الرجوع للشريعة. وقتوني بقالكم أجمعين. حديث الثلاثة والصخرة، لما الصخرة اتقفلت عليهم، الاولاني دعا ربنا وتوصل ببر الوالدين اتفتحت حته، والتاني دعا بالعفاف اتفتحت حته، والتالت دعا بالامانه اتفتحت حته، كل واحد فيهم جه على ايده جزء من الفتح، وفي النهايه الفتح كان على ايد الجميع. يعني ليه ما نبقاش عندنا انتماء لديننا وانتماء لوطننا؟ يعني ليه بنتعامى على ان 80 مليون مسلم في هذه البلد لا يريدون الا الاسلام، لا يريدون الا شرع الله؟ لا، احنا عايزين نطعم من ده على ده. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هو القضيه هي، هو الكفر معناه ان انا يعني هقول والعياذ بالله كلمات كفر صريحه، ما معنى ان انا اقول لك انا مش عايز الحكم ده معناه ايه؟ معنى ان انا عملت بقى ايه؟ انتقائيه من ايات القران. يعني عايزين ايه؟ عايزين نوصل البلد لايه؟ قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى ده قضاء، يعني لو قاضي نزيه وحكم حكم كلنا هنظن أن ده حاجة فيها ظلم، ولا ده العدل وده ده الرحمة وده ده الحكمة؟ تخيل بقى قضاء الملك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك الله يقسم بذاته سبحانه وتعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم إيه؟ حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ما احنا عايزين نسلم بقى القضية، عايزين نسلم. يعني إيه إسلام؟ إن أنا أسلم نفسي، أنا بسلم نفسي لربنا سبحانه وتعالى. لكن برضو برجع لنفس الموضوع دكتور حازم اللي بدأناه، لازم يا إخواني نوقف هذه الحرب شوية. لازم الحرب دي يعني مش ممكن أبدا كل حاجة تتحول إلى رغبة في الانتصار للنفس. يعني نعمل مبادرة. طيب مبادرة بقى ان يعني انت راجل متسامح دكتور محمد، فانت ازاي يعني انت مش متسامح؟ انت من حمام السلفيين مش من صقور السلفيين. والله يا اخي احنا مش موضوع حمائم وصقور، احنا عايزين نرجع لديننا، عايزين نشوف اهو ايه دلوقتي اللي نقدر نخليه اولويات لينا، ايه مساحات الاتفاق. دي مبادرة ايه يا جماعة؟ إيه احنا عندنا مساحات كبيرة جدا نتفق عليها، مش ممكن كل قضية هنختلف عليها تتحول لمشاجرة، تتحول. يعني انا اذكر حضرتك بحاجة، ايام الثورة كان الناس منشقين. انا اذكر حضرتك كان في ناس مؤيدين ها وبيعملوا مظاهرات عند مصطفى محمود، عند جامع مصطفى محمود ومكانهم كده، وفي ناس تانية في التحرير عايزين يخلعوا الرئيس. حصل بعد كده انشقوا الناس، لا نعم ولا واخد بالك؟ طبعا لا، معاها الاعلام ومعاهم الجرايد ومعاهم الفيسبوك حرب، والناحيه الثانيه ها معاهم الجوامع مثلا، معاهم تمام، وحصل برضو طب ليه احنا نعم؟ انا قلت نعم وانت قلت لا. الا يستقيم ان نختلف في هذا الاختيار ونبقى اخوانا؟ الا يستقيم ان يعني اختار اختيار سياسي وانت تختار اختيار سياسي؟ احنا ده المبادره. العقل دلوقتي، انا راجل يعني حاولت في حاجة وفشلت، وحاولت وفشلت، فشل في مؤتمرات وفشل في ندوات وفشل في تجميع الناس وفشل وعندي ديني. يعني كان يروى يعني ان واحد يوم النتيجة بتاعته، طالب بقى من الطلبة يعني البعاد شوية، يعني يوم النتيجة بتاعته، فقال له واحد صاحبه روح شوف لي النتيجة وبلغني بيها. فقال له طب بلغك ازاي؟ قال له اتصل بيا على البيت. طب الوقت البيت وسط اهلك، يعني 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 اقول لهم ايه؟ اقول لك ايه لو طلعت شايل الماده؟ قال له لو لقيتني شايل الماده قول لي محمد بيسلم عليك. طبعا احنا بنتمنى لطلبتنا واخواننا كلهم انهم ينجحوا. قال له لو لقيتني شايل الماده قول لي محمد بيسلم عليك. قال له طب لو لقيتك شايل مادتين؟ قال له لو لقيتني شايل مادتين قول لي محمدين بيسلموا عليك. فشويه واتصل بيه قال له امه محمد كلها بتسلم عليك. فعايزين نقول للعلمانيين امه محمد كلها بتسلم عليكم. يعني انتوا كل ده ولسه مش فاهمين الرسائل. العلمانيين، مش كل من يختلف معنا. العلمانيين عشان حدد بس، لان لا. مش بنعمم كل من يختلف. احنا بنفرح بالخلاف، الخلاف بيفجر معاني ما كانتش هتتفجر الا بالخلاف. ده الخلاف ده دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف. صحيح. ودعنا نتفق اننا حينما نختلف لا نتنافر بل نتكامل. جميل. ودعنا نتفق اننا حينما نتكامل اننا ان ادركنا الوجه الاخر لعمله الاختلاف وهو التكامل امكننا ان نتعاون. اختلفنا فتكاملنا فتعاوننا فنلنا ما نتمنى. طب ما دي المبادره يا دكتور حسن. دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف. بس مش نختلف على ثوابت. لا طبعا ما فيش حاجه هيحكم بما انزل الله. ده كلام غير مقبول. لكن برضو باكد، طب هو واحد قرر ان هو هيقول كده، قرر ان هو يقول كده، خلاص الميدان واسع،
انزل. زي ما احد الناس امبارح بيقول لك في الماتش اللي بيتكلموا عنه قال 1-0، فواحد قال له كلمه جميله جدا، قال له لا ده ميعاد الماتش مش دلوقتي، ده ميعاد الماتش في شهر 9، ميعاد الماتش في شهر 9، خلي في شهر 9 يوم الانتخابات. ده هو ده، انت دلوقتي ليك راي مختلف تماما معايا، انت رافضني انا موافق انك ترفضني، وانا رافضك برضو لو انت مش قابل شرع الله عز وجل انا رافضك. طب ما تيجي الماتش يبقى في مكانه الطبيعي. الماتش في مكانه الطبيعي فين؟ في صناديق الاقتراع. هي مش هتبقى غزوة صناديق طبعا، لكن ايه هتبقى ايه معنى مهم لازم نسأل عليه. يعني احنا طبعا عايزين نقول ان احنا مش بنتحارب، احنا يعني في غزوات كتير بيننا وبين الباطل، يعني في غزوات، لكن احنا في مكان بيننا وبين بعض. مش هينفع يبقى بيننا وبين بعض ابدا طول الوقت خناق، مش هينفع يبقى بيننا وبين بعض طول الوقت المشاكل، مش هينفع يبقى بين الشباب وبين بعض كل طول النهار قاعدين على الفيسبوك نتناظر. وكل واحد خلي بالك يا دكتور حازم، هي المشكله عارف في ايه؟ في ان احنا كل واحد عايز ينتصر لنفسه مش عايز ينتصر للحق، كل واحد عايز ينتصر لرايه مش عايز يوصل للحق. الامام الشافعي كان بيقول ما نظرت احدا الا تمنيت ان يغلبني. شوف التجرد عشان يوصل للحق، انا عايز اتغلب عشان اعرف حاجه انا مش عارفها، عشان اوصل لحق انا ما كنتش واضح بالنسبه لي. لكن تعالى بعد كده لما نيجي نقول ان كل واحد عايز ينصر رايه ومصمم ان هو يقنع اللي قدامه بالخناق، عمرك شفت اتنين واحد منهم اقتنع بالتاني بعد خناقه؟ هو ده ينفع اصلا؟ ده منطق يوصل؟ يعني ما نحولش الخلاف لعداء، يعني زي الصحابي كده اللي اوتي به في حد الخمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم باقامه الحد عليه، فهما بيضربوه، فواحد من الصحابه قال اللهم لعنها ما اكثر ما يؤتى به، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ لا تلعنوه، فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. ده في صحيح البخاري. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ايه؟ حاجات كتير من ضمنها ما نحولش الخلاف لعداء. يعني اللهم لعنه ديت هو غلط، الغلطه بقى تتحول لعداء بيننا وبين بعض دلوقتي. لا احنا عايزين يعني الخلاف يقوينا، الخلاف يقوينا، عايزين نقعد على ترابيزه واحده ومهما حصل ما حدش فينا يقلب الترابيزه. عايزين نؤمن بقيمه بعض، عايزين نمد ايدينا لايدين بعض، عايزين نبقى ايد واحده او حتى ايدين اثنين، لان ايد واحده برضه ما بتسقفش قوي، يعني ايدين اثنين يا سيدي خلاص، بس مش اكتر من كده وخلاص. ولو وصلنا في الاخر ان احنا مختلفين تماما، طب ما نسيب الناس تختار. احنا ليه مصممين نفرض عليهم راينا؟ ليه مصممين الناس مصممه احنا مش عاجبنا اللي حصل خلاص هنطلع بكره في مظاهره مليونيه عشان نفرض طب انا ممكن انا مش عاجبني اللي حصل امبارح مثلا، لو كانوا وصلوا ان هم عملوا مجلس رئاسي مش كان ممكن دلوقتي نجمع برضو كل القوى الاسلاميه ونقول هنطلع مليونيه الاسبوع الجاي نسقط هذا المجلس الرئاسي المدني؟ يا نهار ابيض، مليونيه ينفع؟ مليونيه بس انت مصمم تعمل لا والله ده 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 احتراما لحريه انتخاب ال طيب، انما انا اقصد ماشي، لكن انا عايز الشعب المصري العظيم كده، ده هيبقى فوضى ولا مش فوضى؟ لما كل واحد عايز يفرض رايه بالعافيه، لما كل واحد عايز يفرض رايه اللي خلاص اتفقنا عليه، لما 40,000 عايزين يفرضوا رايهم على 86 مليون رغم انهم مش 40,000 ولا حاجه، رغم ان معظم اللي نزلوا امبارح هو مش نازل عشان كده اصلا، هو نازل عشان المطالب التانية، وقالوا كده فعلا، قالوا كده في الاستضافات معاه عشان المطالب التانية. يعني احنا دلوقتي يعني بنعلن عن يعني مبادرة واستعداد، يعني ادي اهو يعني ناس من التيار السلفي بحمائمه وصقوره برضه. يعني 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 كلها تتمنى مبادرة، يعني 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 اخواننا طبعا الاخوان المسلمين دول اخواننا، ده احنا وهم حاجة واحدة اصلا، احنا وهم شيء واحد وهدف واحد وطريق واحد، وان كان ثم اختلاف هو زي اختلاف بين مهاجرين وانصار، ده يعني يعني اختلافات تنوع، يعني اخواننا واحبابنا في الله. طبعا ما فيش انسان كامل وما فيش حد كامل، يعني طبعا من كامل فضلا على ان يبقى مجموعه كامله من البشر ايه كامله. فيعني احنا نتمنى ان احنا الفتره الجايه ديت، يعني احنا كنا بنعمل امبارح ائتلاف دعاة مصر، يعني ائتلاف دعاة وسميناه دعاة مصر مش دعاة السلفيه ومش دعاة الاسلام عشان ما تقلقش انتوا، لا ده احنا الدنيا مفتوحه كلها، عايزين يعني عايزين مؤتمراتنا بعد كده ما تبقاش بس الداعيه السلفي والداعيه السلفي والداعيه السلفي، عايزين يبقى الداعيه السلفي والاستاذ الاخواني الكبير والراجل اللي هو سلفي ولا اخواني ولكن انسان شريف وغير على دينه، نفسنا نقعد مع بعض، نفسنا نتواصل مع بعض. يعني صفحتي على الفيسبوك موجوده، ويعني www.facebook.com/دكتور حازم شوبان، صفحه الدكتور محمد علي يوسف موجوده، الـ 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 الوصول لبعض مع ما هو صعب الوقت باي صوره من الصور نهائيا. يعني عايزين يا اخوانا يعني احنا يعني يعني باذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه في مؤتمرات كتير الفتره الجايه، ما المؤتمرات دي نبقى قاعدين جنب بعض كلنا السلفيين جنب الإخوان جنب الشرفاء اللي غايرين على دينهم وبيدافعوا عن دينهم، كلنا نقعد جنب بعض، كلنا نقعد مع بعض، كلنا نتشارك في بناء الوطن ده، كلنا نتجرد لله، نتجرد لربنا سبحانه وتعالى ونمد ايدنا لايد بعض. طبعا مش هيفوتنا طبعا ان احنا يعني يعني نشكر الحكومة المصرية على
فتح معبر رفح، ودي خطوة إيجابية وخطوة عظيمة. ربنا يبارك في يعني في اللي كانوا يعني السبب في هذه الخطوة العظيمة. ولكن احنا نتمنى بس يعني من دكتور عصام شرف ان يعني توضيح المعبر ده مفتوح، يعني نوصل معونات، يعني نبدأ نعمل حملات تبرع لتوصيل معونات لإخواننا المحاصرين في غزة، ولا المعبر ده لإيه؟ يعني يعني القضية اتفتح، ولكن اتفتح مقيد حقيقي. مقيد ولا مطلق يعني؟ يعني فتح مقيد ولا فتح مطلق؟ فدي يعني نقطة في غاية الأهمية. يعني احنا طبعا انا سعدت الليلة يعني ان احنا كنا مع بعض، طبعا ربنا يجمعنا دايما على طاعته، وربنا يعني يجمع ما بين يعني يعني جميع المسلمين دايما على طاعته في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني ان كنا اصبنا فده يعني من توفيق الله، وان كان في خطا فيعني عذرنا امام الله سبحانه وتعالى، ان احنا ما اردنا الا يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذه البلد، لان البلد دي عز الاسلام، مصر دي عز الاسلام، مصر دي الاخت الكبيره للامه الاسلاميه كلها، ولازم نفضل نحافظ على هذا الموقع دائما. طبعا بنحيي يعني دكتور محمد علي يوسف، يعني اخويا وحبيبي ونور عينيا كمان بقى، ويعني جزاك الله خير واحنا متفقين مع بعض طبعا في كل حاجه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني انا كنت حريص الليله ان احنا نبقى مع بعض يعني من باب الحب في الله ومن باب الود في الله، ومن باب برضو يا اخواننا احنا عايزين نفتح يعني اذرعنا لبعض، برامجنا كلنا تستضيف بعض ونسع بعض، ويبقى همنا مش ان اسمنا يزيد. انا امبارح قاعدين في يعني في بعض الحاجات او المؤتمرات او كده، قلت لهم انا لا احط اسمي في حاجه ولا هنسب عمل ليا ولا همسك مركز اداري كبير ولا صغير ولا يا اخواننا لازم نتجرد لدين ربنا، لازم نتجرد للحق. يعني في اخر نص دقيقه بقى، لان خلاص احنا يمكن ما عادش معانا وقت يعني، ولكن احنا هنسرق كده نص دقيقه بقى، والسلفين انت عارف برضو يعني ودكتور محمد علي كده يعني ايه يدعي لنا كده في نص دقيقه ان شاء الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الشقاق عنا، اللهم انزع الشقاق عنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انزع عنا الغلاء والكواء والفتن يا رب العالمين. اللهم اقدر لأمتك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، جزاك الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. أنت العنوان وأحلى الأوطان.